كان يا مكان يا سعد يا كرام، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. قصتنا بتبدا ببنت صغيره اسمها اليس، صحيت بالليل على كابوس بشع وانها حلمت انها بتقع في حفره سوداء، وبيكون موجود في الحفره دي مخلوقات غريبه جدا، وموجود طائر غريب وقط مبتسم. انا عندي قطه وعمري ما شفتها بتبتسم خالص بصراحه. اليس قالت لباباها: هو انا كده مجنونه يا بابا؟ بص لها وقال لها: انت مجنونه ومهووسه ومخبوله. ايه كل التشجيع ده؟ الله اكبر، اتحسدوا بصراحه. بس هو صلح الموقف بسرعة وقال لها ان الناس الكويسة مجانين وان ده مجرد حلم. مرت سنين كتير واليس لسه بتحلم بنفس الكابوس. كانت رايحة مع مامتها في مشوار، ومامتها كانت متضايقة منها لانها ما لبستش لبس مناسب للمكان. اليس كانت مستغربة جدا انها بتحلم نفس الحلم من سنين. انا عايز اقول لكم يا جماعة بصراحة اني بحلم بنفس الحلم بقالي 10 سنين، اكيد مش نفس الحلم بتاعها هي. انا في حلم بحلم بيه بقالي 10 سنين ما اتغيرش، وما اعرفش لحد دلوقتي انا ليه بحلم بالحلم ده اصلا، او هيبطل انه يجي لي امتى. المهم صاحبة الحفلة زعلت من ام اليس انها اتأخرت جدا علشان عايزه اليس ترقص مع ابنها هيمش، ومن الواضح كده ان في شراكه شغل ما بين الاسرتين، وانسب حاجه انهم يجوزوا عيالهم لبعض. لكن من الواضح ان شخصيتهم مش زي بعض خالص. اليس بتسرح كتير في حاجات غريبه ومستحيله، وهو بيسمع كلام امه، وواضح كده انه هيطلب ايديها للجواز بعد 10 دقايق بالظبط. بنتين موجودين في الحفله قالوا لها كده وخربوا المفاجاه، ودي حفله خطوبتها اصلا، وهي اخر من يعلم ولازم توافق لان عندها 20 سنه، ولو ما وافقتش مش هتلاقي احسن منه في حياتها. كلام بيخوفوا بيه البنات يا جماعه علشان يخلوهم يتجوزوا على مزاجهم، وان واحده من قرايبهم ما اتجوزتش خالص واي كلام هبل عشان تترعب وتوافق، وان حياتها هتكون مثاليه مع هيمش. كل اللي كانت بتقول الكلام ده اخت اليس، ما اعرفش بصراحه ازاي هي عرفت ان هم حياتهم هتكون مثاليه مع بعض وهم اصلا شخصيتهم مختلفه. المهم ان حماتها خدتها وقالت لها انها عايزه احفاد جميله، وان من حسن حظها ان اليس جميله، وانها لازم تعمل اكل مناسب لابنها لان ابنها عنده انسداد ومشاكل هضميه. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يشفي كل مريض يا رب يا جماعه، ربنا يشفي يا طنط، ربنا يشفي يا طنط، خليه مع واحده ثانيه بقى. بس اليس شافت ارنب وجريت وراه، وشافت ان الارنب لابس لبس بشر واستغربت جدا. وبدا هنا هامش يتقدم لاليس، ووشه يا جماعه كانه مش طايقها اساسا، كانه مغصوب اصلا يعني. المهم انه قال لها: تتجوزيني يا اليس؟ قالت له كل اللي قرايبها قالوا لها، وقالت له: انا لازم اتجوزك عشان خاطر انا عندي 20 سنه وهتاخر كده على الجواز ومش هلاقي حد احسن منك وبلا بلا بلا وكل الكلام ده. لكنها محتاجه تفكر، وشافت الارنب مستنيها بالساعه، ومن الواضح كده انها اتاخرت وبدات تجري. راحت عند الشجره لكنها وقعت في حفره مليانه حاجات غريبه كتير. الحفره واسعه قوي قوي قوي، وفي الاخر وقعت لاخر الحفره دي، والمكان اللي وقعت فيه كان مليان بيبان كتير. شافت المفتاح موجود على الترابيزه وراحت تجربه على كل البيبان اللي موجوده قدامها. الباب الوحيد اللي اتفتح هو اصغر باب موجود في المكان، حاولت تدخل منه لكنها ضخمه جدا عليه. بصت على ترابيزه شافت مشروب غريب مكتوب عليه اشربيني، اقنعت نفسها عادي انها تشربه وانه مجرد حلم مش هيحصل حاجه يعني لما جرب، وصغرت في الحجم خالص. وراحت للباب الصغير تاني لكنها نسيت المفتاح ومش عارفه تجيبه، فشافت حاجه تحت الترابيزه اكلتها فكبر تاني واكبر من حجمها الاصلي، واخدت المفتاح وشربت المشروب وصغر تاني. انا بصراحه يا جماعه دخت من كل ده. وراحت للباب دخلت على عالم غريب جدا جدا، جميل وغريب. احصنه بتطير، ورد كبير، طائر الدودو، وفار وقط بيتكلموا، وطفلين توأم في حجم غريب، حتى الورد بيتكلم. كلهم بيقولوا انها مش مناسبه خالص للمهمه، لكن اليس مش فاهمه اي حاجه. هياخدوها عند ابسلوم علشان يشوفوا اذا كانت دي اليس المناسبه ولا لا، وان ابسلوم ده راجل حكيم وهيعرف على طول. راحوا عند ابسلوم وهو عباره عن يرقه بتشرب شيشه، وهيفتحوا المخطوطه. المخطوطه دي هي تقويم باهم احداث العالم التحتي علشان يشوفوا الاحداث، وان النهارده يوم العوده في عهد الملكه الحمراء، ويوم العظمه هو اليوم اللي اليس هتذبح فيه جبروكي، ولازم يكون معاها سيف فوبرال. ابسلوم قال لهم انها مش مناسبه. اليس استغربت انها عايشه في الحلم بتاعها، بس قرصت نفسها وللاسف ما صحيتش. وفجاه الكائن باندر هجم عليهم وبداوا يهربوا في كل مكان. اليس كانت فاكره نفسها في حلم ومفيش حاجه هتقدر تاذيها، لكن هي مش في حلم وباندر عورها في ايدها. كل اللي كان مع اليس جنود الملكه الحمراء اخدوه، وهي بقت لوحدها. الملكه الحمراء متعصبه جدا لان في حد اكل الفطير بتاعها، واكتشفت ان في ضفدع من الضفادع اكلها لانه كان جعان جدا، لكنها امرت بقتله. رئيس الحرس جاب لها المخطوطه وعرفت ان اليس هتقتل جبروكي اللي هو زي ابنها كده بالظبط، وامرت الحراس انهم يجيبوا اليس ليها. اليس كانت ماشيه لوحدها وشافت قط بيتكلم زي اللي في حلمها، وقالت له ان الكائن باندر خربشها. المهم انه قال لها انه مش بيدخل في السياسه، لكن هو هيوديها عند الارنب وصانع القبعات وبس وهيمشي. اليس راحت لصانع القبعات، واول ما شافها قال ان هي دي اليس وانها متاخره جدا، لكنه كان مستنيها ولازم يستعد
جده ليوم العظمه. القط قال لهم انتوا عاملين تتكلموا عن العنف ونفسي اتسدت عن الاكل بسبب. صنع القبات بص له كده وتعصب وقال له لانك كائن اناني، خرجت من المكان وانقذت نفسك وبس يا اناني. وهما قاعدين بياكلوا حراس الملكه الحمراء جم، فصنع القبعات شرب لآلس مشروب يصغرها اكتر وحطها في براد الشاي. الكلب بدا يشمشم على ريحه آلس في براد الشاي، لكن اول ما صنع القبعات قال له تسقط صاحبة الرأس الكبيرة مشي من المكان، والجنود مشي وراه. لازم صنع القبعات ياخد آلس للملكة البيضة. المهم وهم ماشيين في المكان قال لها انها لازم تذبح جبروكي. قالت له انها مش هتقدر تعمل كده. قال لها ان الملكة الحمراء عملت مصايب كتير قوي وحشة في المكان. وفي يوم الملكة البيضة كانت عاملة حفلة، جنود الملكة الحمراء هجموا على المكان ودمروه. وفجأة صنع القبعات سمع صوت الكلب جاي يشمشم على المكان، وعلشان يهرب آلس حطها على القبعة بتاعته ورمى القبعة بتاعته المكان بعيد. آلس نامت تحت القبعة وصحيت تاني يوم على شمشمة الكلب. بصت له قالت له مش انت المفروض معانا في صفنا؟ قال لها ان الملكة الحمراء حبسة مراته واطفاله واخدها علشان يوديها لقلعة الملكة الحمراء علشان تنقذ صانع القبعات، بس الطريق هيكون صعب على آلس جدا. بس هي عرفت تدخل للمكان، شافها الارنب وقالت له ان هي عايزة تنقذ صانع القبعات. قال لها انها مش هتعرف تعمل اي حاجة وهي بحجم الفور كده، واداها حتة من الكيكة اللي بتكبر الحجم وكبرت جدا اكتر من حجمها الاصلي. الملكة الحمراء شافتها لكنها قالت ان اسمها اسمها الف ميم ميم اوكي يا جماعة فهمتوا الفكرة. الملكة حبتها علشان حجمها ضخم وخلتها تقعد جنبها كمان في القصر، وطلبت من الحراس انهم يجيبوا صانع القبعات علشان يسألوه عن آلس. لكن صانع القبعات بدأ يشتمها وما قالش اي حاجة مفيدة. صانع القبعات قال لها ان راسها كبيرة جدا وانه عايز يعمل لها قبعات لان راسها مميزة. وعلى الناحية التانية الكلب راح للملكة البيضة وقال لها ان آلس رجعت للعالم التحتي. الملكة الحمراء كانت عايزة آلس بأي طريقة لانها خايفة انها تقتل جبروكي، لانها من غيره مش تظهر قوية قدام أتباع أختها الملكة البيضة. وبكده نعرف إن الملكة البيضة أخت الملكة الحمراء. صانع القبعات حس إنه تعبان وإنه مجنون، لكن آلس هونت عليه وقالت له إن المجانين أحسن ناس ولبسته القبعة بتاعته. قال لها إن السيف اللي هم عايزينه موجود هنا في المكان في القلعة الحمراء وإنها لازم تاخده وتوديه للملكة البيضة. قالت له لأ إحنا هنروح سوا، محدش هيفضل في المكان هنا، إحنا الاتنين مع بعض. الأرنب قال لها إنه عارف مكان السيف ووداها للمكان. آلس قالت له إن الوحش اللي قاعد جنب السيف عورها جامد جدا في إيدها اللي هو اسمه بندر. حارس الملكة الحمراء معجب بآلس وهو مش عارف إنها آلس، فاكرها اسمها واحدة من خدم الملكة الحمراء شافت كده وواضح انها هتروح تقول للملكة. المهم ان آلس عرفت تاخد من الفارة عين الوحش بندر وراحت ترجعها له علشان ما يهجمش عليها. وفي الاخر آلس نامت على صندوق السيف بعد ما فقدت الامل انها تعرف تفتحه. وعلى الناحية التانية صانع القبعات كان بيجرب القبعات على الملكة الحمراء، لكن الملكة الحمراء ما كانش عاجبها اي حاجة. وفجأة خادمة الملكة قالت لها على اللي شافته من الحارس بتاعها ستين. وفي اللحظة دي آلس شافت مفتاح الصندوق في رقبة الكائن بندر. الكائن بندر لحس ايدها من الخربشة فايديها بدأت تتحسن عن الاول، وفتحت الصندوق وشافت السيف واخدته. الحارس ستين قال للملكة ان هي المعجبة بيه وهو مش معجب بيها، فالملكة الحمراء غبية وصدقت وامرت الحراس ان هم يقطعوا رقبتها. اي حاجة بتقولهم روحوا قطعوا رقبتها، روحوا قطعوا رقبتها، روحوا قطعوا رقبتهم كلهم. هي عندها كده على طول، ده الحل انه يقطعوا رقبة الناس. حاول صانع القبعات انه يدافع عنها، وفجأة الفارة قالت لها اهربي يا آلس، فالكل عرف اسمها وجري وراها. الجيش كله جري وراها بسبب ان الفارة اصلا غبية. الكائن بندر خرج وانقذها، والحارس ستين قال للملكة الحمراء على اخر الاخبار، فضربته بالاقلام بوم 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 على وشه كله. لكن الحارس قال لها ان هم معاهم الفارة وصنع القبعات، فأمرت ان هم يقطعوا راسهم هم كمان. وعلى الناحية التانية آلس راحت للملكة البيضة وادتها السيف كده ناقص المحاربة. الملكة البيضة صغرت حجم آلس علشان تعرف تلبس الدرع علشان تقتل جبروكي، لكن آلس فاكرة برضو ان كل ده حلم حتى بعد ما اتعورت. ده انت غبية جدا يا حبيبتي. على الناحية التانية صنع القبعات كان مستني الاعدام وخلاص فقد الامل، ولما جم يقطعوا راسه اتضح انه القط تشيس وعرف يهرب صنع القبعات. صنع القبعات قال للملكة الحمراء ان كل اللي حواليها مخادعين وعاملين شكلهم غريب علشان ما تحسش بالخجل وسطهم من راسها الكبير، او بمعنى اصح ما تقتلهمش. صانع القبعات خلى كل اللي موجودين يتمردوا على الملكة الحمراء. الملكة الحمراء خلت الحراس يطلقوا سراح طائر الجبجب على الناس كلها، وامرت الحارس ستين انه يجهز جبروكي علشان يروحوا لاختها الصغيرة اللي هي الملكة البيضة. يعني صنع القبعات وكل اصحابه رجعوا للملكة البيضة والكل مستعد ليوم العظمة، ولسه آلس فاكرة برضو ان كل ده حلم. والله انا مش شفتش اغبى منك آلس بصراحة، وان
ان خيالها واسع جدا، ده انت حتى لو خيالك واسع برضه غبيه جدا. والمخطوطه بتقول ان اليس هتحاربه لوحده ولازم تذبحه، لكن اليس كانت محتاره جدا لانها مش بتحب تقتل المخلوقات، وبدات تفتكر انها بتيجي المكان ده من وهي صغيره جدا، وان المكان ده حقيقي مش خيال، وكل الموجودين حقيقيين. الله اكبر الله اكبر، اخيرا اخيرا استوعبتي. راحت اليس واخذت بندر معاها وراحوا علشان يحاربوا الملكه الحمراء وجنودها. الملكه الحمراء استدعت جبروكي. بصراحه يا جماعه انا متحمسه جدا للحظه دي من بدايه القصه، عايزه اشوف شكله، اموت واشوف شكله. جبروكي عباره عن تنين اسود شرير جدا. اليس بدات تفكر نفسها بست حاجات مستحيل حد يصدقها. اول حاجه، مشروب بيصغر الحجم. 2، كيكه بتضخم الحجم. 3، حيوانات بتتكلم. وهي بتفكر بتحارب بالسيف وقطعت لسان التنين. برافو عليك يا اليس. رقم 4، القطط تقدر انها تختفي. رقم 5، في مكان اسمه بلاد العجائب. رقم 6، تقدر انها تذبح الجبروكي. صنع القبعات هيتدخل علشان يساعدها لان كان السيف وقع من ايدها، وهتبدا الجيوش تحارب بعض. اليس قطعت راس التنين اخيرا، وبكده خلاص الملكه الحمراء خسرت جيشها ورجع التاج للملكه البيضاء. العقاب ليها القتل، لكن الملكه البيضاء هتنفيها خارج المكان، محدش تكلمها ولا اي حاجه، وما يكونش كمان عندها اصحاب، ده هيكون اكبر عقاب ليها. ورقص صنع القبعات رقصته المميزه من كتر السعاده، وبدم التنين اليس هترجع لبيتها. وفعلا اليس شربته وخرجت من فتحه الشجره ورجعت للحفله، وقالت لهامش انها مش موافقه تتجوزه وانه مش الراجل المناسب ليها. وعلشان يكون في شراكه بين العيلتين، مش شرط الجواز على فكره، الافكار هي اللي هتنجح الشركه مش الجواز، ده بالعكس، ده ممكن الجواز هو اللي يبوظ الشراكه اصلا. وبكده يا جماعه احنا وصلنا لنهايه القصه، اتمنى انها تكون عجبتكم. بس ما تنسوش ترسموا الشعار بتاع القناه اللي هو شعار الفضائيين وتبعتوه على الاكونت بتاعي على الانستجرام اللي هيكون موجود قدامكم على الشاشه، علشان احط الرسومات بتاعتكم في اخر فيديوهاتي. وتوته توته خلصت الحدوته، حلوه ولا ملتوته؟ يا رب يكون فيديو مره يعجبكم. السلام عليكم، بيس.